لي بعد زمن. أكيد أكيد أنتم بنتي، أكيد أنتم خلق رعب. اهدي يا أختي اهدي، خير إيش صار؟ أنا رحت لوالدي أدور على بنتي، كنت في مكان. شفت بيت واحد اثنين كانوا أربع جالسين متخبيين داخل البيت. ايش قلتي يا حنان؟ احنا لازم نتكاتف ونكون كلنا بايد وحدة، لكن لو ظلت زوجتك نبيلة تتهمني باني انا مختطفة زينب، فسامحني يا اخوي، افضل لي اكون في البيت وما اطلع. كلم نبيلة وبعد شوي بنطلع انا وانت وهي وندور على زينب. الله يحفظك يا زينب، الله يحفظك. هبا وين رايحين؟ رايح ندور على زينب وماما. تعالوا داخل تعالوا. خير؟ ايش صاير يا احمد؟ نبيله خبطت السياره وشكلها راح تدور على زينب وحدها. ايش؟ تعالوا يا أخت نبيلة. أنا متأكدة شفتهم هنا، أكيد بنتي زينب معهم. بس يا أخت نبيلة مثل ما أنت شايفة ما حد موجود، إحنا مضطرين نرجع المركز، وأنا راح أتصل بالأخ عيسى عشان يجي ياخذك، لأنه نقال زوجي أتصل فيه وما يرد. يتحرك تفضلي يا سارة. أنا حبيت أشكرك لأنك دافعت عني لما تطاول علي عوض بالكلام. أي واحد في مكاني كان بيتصرف نفس التصرف، فلا تحطي في بالك. أنا افتكرت أنك تصرفت معي هالتصرف بدافع ثاني غير اللي جالس تقوله الحين. دافع ثاني؟ ها قصدك دافع الأخوة والزمالة. على العموم أنا حبيت أشكرك وبس. حاول بعدك يا محمد. حاولت كذا مرة، لا أحمد ولا أمل يرد، ما أعرف وش صار عندهم. أكيد مشغولين بغياب زينب، اعذرهم يا محمد اعذرهم. أنا اللي ما قادر أستوعبه إنه زينب كيف تغيب
في حد غيب والده عنا. كل شيء مقدر، بس على الاقل طمنوني. هم حتى على اتصالات ما يردوا. منيرة، احنا لازم نروح الجبل الاخضر اليوم، ما نأجل سيرتنا لبكرة. أيوة يا شيخان، أرسل حد من السواقين يروح مركز شرطة الجبل الأخضر، بتحصلوا سيارتي واقفة هناك، خلهم يجيبوها البيت. لا خير، المفتاح موجود في الأحوال مع الشباب هناك. أحسنت. قول حنان، ايش عندك؟ انا اريد اسالك عن علاقتك بزوجتك نبيله. ايش يعني ما في مشاكل بينكم ولا انكم عايشين حياه سعيده؟ حنان، لا تتم تلفي وتدوري، قول اللي عندك. يا احمد، انا اريد اقول. تكلم، ايش تبي تقولي؟ ما في شيء يا أخوي. حنان، فتح الباب. ما يصير تخليني واقف كذاك عند الباب. فهم الموضوع اللي عندي وخليني افهم الموضوع اللي عندك، بس فتح الباب. بس خلاص، اهدي. انا بروح انتظر السائق، اذا حبيت تتكلمي انا موجود.